أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو الإخبارية. معكم أنا روان الوابل، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم بفيلم الدولة الشابة الذي يحكي اهتمام ودعم قيادتنا للشباب منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى عهد الملك سلمان ملك الحزم حفظه الله. نتابع جزء من الفيلم ثم نتعرف على تفاصيله مع ضيفنا في الاستوديو. الشباب وجه الحياة الباسم، وهو المعنى المرادف للتجديد والتطوير، والوطن أمجاد عظيمة تحققت وإنجازات باهرة تجسدت على أيادي أبنائه الشباب، وفي طليعتهم القائد المؤسس والوالد الملهم الذي قرر بطموح وعزيمة أن يستعيد ملك آبائه وأجداده ليفتح عاصمتهم الرياض. وهو لم يتجاوز 26 ربيعاً أدرك الفاتح الشاب عبد العزيز أهمية استثمار عزائم الشباب وتوثبهم للتغيير وإحداث الفرق، فاستعان بخيرة أبناء الوطن في تأسيس المملكة العربية السعودية وتوطيد دعائم الحكم. وكان لأبنائه الملوك والأمراء الشباب دور طليعي وإسهام كبير فيما تحقق من مكتسبات وطنية. اهتم الملك الموحد بإعدادهم وتهيئتهم لتولي المهام القيادية والمناصب الإدارية المختلفة، وعمل على مزج روح الشباب بالعلم والتجربة، فتجلت حكمته وأثمرت حنكته في الملوك من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله جميعا. وحين ابتدى عهد سلمان الحزم والعزم، استعاد ذكريات شبابه المفعمة بحب العمل والإنجاز وبداياته في العمل الإداري والقيادي، فقرر أن يعيد سيرة والده وإخوانه الملوك في دعم الشباب ومنحهم الثقة لقيادة البلاد وإدارة شؤون الحكم. فها هو ولي العهد محمد بن سلمان يقود الوطن برؤية طموحة تنطلق من متطلبات اليوم وتلبي تطلعات الغد. وفي قلب المملكة العربية السعودية، أسهمت منطقة القصيم بإمداد الوطن بعقول نيرة وأيادي مبدعة، وما زالت تفيض بالعطاء وتدفع عجلة التنمية بقيادة أميرها الداعم للشباب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد ابن تركي ابن فيصل ابن تركي ابن عبد العزيز. ومن أوجه هذا الدعم والرعاية إنشاء مجلس شباب القصيم الذي يعمل على بناء شباب قيادي ليكون قناة لإيصال صوت الشباب ومشاركتهم في اتخاذ القرار. مجلس الشباب هي الأداة المثلى لتسهيل وصول صوت الشباب إلى المسؤولين واحتوائهم، ومن أسباب نجاح هذا المجلس هو التوفيق من الله ثم الحرص والتطوير الدائم من قبل أمير المنطقة حفظه الله ورعاه. يهدف المجلس إلى تعميق روح الولاء لدى الشباب وإشراكهم في صنع القرارات فيما يتعلق بقضاياهم، مع تبني اقتراحاتهم ومشاريعهم الملبية لاحتياجاتهم. ويعمل المجلس على رصد مشاكل الشباب ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ويهدف كذلك لتعزيز ثقافة الحوار والتواصل مع الشباب. نيابة عن زملائي في مجال الفود تراك عربات الأطعمة المتنقلة، تقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله على إنشاء مجلس الشباب واحتضان وتلبية أفكار وطلبات أبنائه في شتى المجالات التي تخص المنطقة. أعزائي المشاهدين، أرحب بضيفي من الاستوديو اللي تعنى خصيصا لهذا اللقاء الأستاذ دهش الدهش أمين مجلس شباب القصيم. مرحبا أستاذ دهش. أهلا وسهلا. أهلا أخت روان، الله يعطيك العافية، شكرا لكم على الاستضافة والترحيب. أتمنى أكون ضيف خفيف عليكم وعلى المشاهدين، الله يعطيك العافية. الله، الحمد لله على سلامة الوصول. الله يسلمك. الله يعطيك العافية، تستاهلون كل خير. أنتم الداعمين يكفي استضافتنا
وعرض مثل هالعمل دعم لنا الله يعطيكم العافية. هذا اللي تعودناه من قيادتنا. جميل أستاذ دهج، نبغى نعرف الفيلم يعني كيف بدأت الفكرة، كيف كانت كتابة الفيلم هذا، التمويل، نبغى نعرف تفاصيله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على توفيقه وسداده في كل الأعمال التي نقدمها بالمجلس، وهذا بفضل من الله، ثم متابعة سمو سيدي أمير المنطقة والمشرف العام أيضا على المجلس اللي هو الدكتور عبد الرحمن الوزان. كانت فكرة الفيلم يعني أنه نبرز للشباب أعمالهم اللي عملوها خلال سنة، وأن نحضر فكرة جديدة تحكي أنه عمل الشباب ودعم الشباب ليس بجديد، وإنما منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. فكان بيني وبين الدكتور عبد الرحمن نقاش حول بداية الفكرة وحول بلورة فكرة هذا العمل، والحمد لله طلع هذا العمل بهذا الشكل من شبابنا. هذا العمل والإخراج والتنفيذ كله من شبابنا من أعضاء المجلس، وهذا التوفيق من رب العالمين الحمد جميل. لله. انتم ذكرتوا دعم الشباب اللي كان من عهد المغفور له باذن الله الملك عبد العزيز، وحتى عهدنا الحالي تحت قياده الملك سلمان حفظه الله. نبغى نعرف كيف كان الدعم منذ ذاك الوقت الى العهد الملك سلمان، كيف كان تشكل، تغير اكيد، تنوع، اذا ممكن تعطينا مختصر. طبعا لا شك الجميع يعرف انه منذ عهد الملك عبد العزيز والشباب لهم دور في كافة المجالات وكافة الفعاليات. أنا ما أنسى كلمة سمو سيدي ولي العهد الإمام محمد بن سلمان حفظه الله عندما قال الشباب هم القوة الحقيقية. الآن الشباب متاح لهم جميع الفرص، جميع الطرق متاحة لهم. أمير المنطقة الله يحفظه الأمير الدكتور فيصل مشعل أتاح لنا المجال في كافة التوجهات، من إشراكنا في صناعة القرار، من إشراكنا في بعض الفعاليات، في تنظيم بعض اللقاءات. لما تجي بتقدم أي عمل في المنطقة تجد صوت الشباب هو المتواجد. جميل. لما تجي يعني تبحث في على مستوى المنطقة، على مستوى المملكة، تجد أبرز المناصب فيها شباب. توجه الدولة ليس بجديد إنه الشباب هم على يعني على مستوى العمل في بعض الأمور أو في بعض المجالات التي نعملها. الشباب قوة، الشباب عندنا على مستوى المملكة ممكن أتكلم قياديين عاملين فيهم يحتاجون فقط إعطائهم الفرصة، والحمد لله اليوم إحنا كل يوم نشاهد إنجاز ونشاهد تميز من الشباب. جميل. معي على الهاتف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم. مرحبا سمو الأمير. أهلا وسهلا، حياكم الله ونرحب فيكم. حياكم الله سمو الأمير، وأول شيء نهنيكم على الفيلم وفكرته الرائدة، ويعني ما شاء الله فكرة مميزة سمو الأمير. نبغى نعرف كيف دعم الشباب، كيف طاقات الشباب في القصيم، وأنت يعني على رأس مجلس شباب القصيم وداعم الأول لهذا المجلس. الله يخليك ويسلمك. والله الحقيقة يعني أولا لابد أني أولا أشكر الله سبحانه وتعالى، وأشكر دعم ولاة الأمر حفظهم الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، سمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وفي نفس الوقت أنا أقول بأن الشباب هم طاقة يجب أن توجه وتستغل التوجيه السليم. الشباب في منطقة القصيم شباب حيويين، شباب نشطين، مجرد هناك يعني الرغبة في توجيههم التوجيه السليم. الشباب أنتم تعرفون أنهم ثروة هذه البلاد، يعني الشباب أنا أقول دائما كنز من كنوز هذه البلاد، توجه طاقاتهم لما فيه تنمية هذه البلاد، تكريس الولاء والمحبة والإخلاص. وبدون أدنى شك وجدت لدي في هذه المنطقة بيئة خصبة يعني متميزة، في شباب متميزين على أعلى مستوى يريدون فقط التوجيه وفتح المجالات لهم لخدمة هذه البلاد الغالية.
جميل جدا صاحب السمو. يعني مجلس شباب القصيم هو فكرة يعني مميزة ل يعني خلينا نقول تجميع وتوظيف طاقات هذا الشباب في مجال ويكونون قريبين جدا منك. نبغى نعرف شوي عن المجلس هاي، كيف تفاصيله؟ المجلس هو حقيقة بدون أدنى شك أنه جاء باهتمام من القيادة الرشيدة في منطقة القصيم. موجود حقيقة يعني كفاءات كبيرة من الشباب في مجال الأعمال الخاصة، في الجامعة، في التعليم. يريد فقط أن نقوم بتعطير عمل مجالس الشباب ولجان. لدينا الحقيقة مجلس الشباب الرئيسي، وهو طبعا تحت مظلة أمارة المنطقة، وأمين المجلس الأستاذ داهش الموجود معك الآن يداوم في مجلس في أمارة المنطقة، ويدير 12 لجنة شباب موجودة في جميع المحافظات. لدينا 12 محافظة، ويديرها الحقيقة يعني من خلال المنطقة. كل لجنة شباب في المحافظة في أي محافظة يتنافسون مع زملائهم الآخرين لخدمة يعني التوجهات أو الأهداف التي أريطت بهم، منها حقيقة يعني فتح المجالات، إيجاد فرص عمل، إيجاد مناشط ومبادرات من الشباب. لهم مشاركات كثيرة وطنية ويعني تنموية بشكل كبير، فأنا فخور بهم كل الفخر والاعتزاز حقيقة. جميل جدا صاحب السمو. طيب لو بنتكلم عن دعم القيادة، طبعا ما في شك القيادة كانت داعمة جدا والدعم الأول للشباب منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، وحتى عهدنا الحالي تحت قيادة الملك سلمان حفظه الله. نبغى نعرف الدعم تشكل وتغير وتنوع، نبغى نعرف يعني كيف رؤيتك لهذا التغيير؟ أنا حقيقة يعني لابد أني أقول كلمة واحدة. كثير من الحقيقة المراقبين يتوقعون أن الاهتمام بالشباب أنه شيء جديد. الاهتمام بالشباب هو حقيقة شيء أزلي وإسلامي قديم، وفي نفس الوقت لدينا في عادات العربية الأصيلة وتقاليدنا موروث كبير من الشباب. أنت تعلمي عن يعني المقولة عن عمر بن الخطاب أو أحد الخلفاء، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا هو تأصيل شرعي للرياضة في عموم يعني الدين الإسلامي. الجانب الآخر، نعرف آبائنا وأجدادنا كيف كانوا يعلمون الشباب الرماية وركوب الخيل، يرسلونهم إلى البادية يتعلمون مع البادية. هذا كله اهتمام بالشباب، بس إنه غير يعني معرف على أن اهتمام بالشباب هو نتاج طبيعي إلى الاهتمام والعناية بالشباب منذ يعني عشرات السنين. آبائنا أجدادنا كيف أنهم كانوا يعلمون الرماية، كيف أنهم يطلعون فينا للبر، كيف نحن يعني نتعلم كيف في يعني رحلات الصيد. كل هذه يعني تأهيل للشباب ليكونوا معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم على أنفسهم. فالاهتمام بالشباب الآن في هالوقت الحالي في ظل يعني التطور التقني، في ظل أنا أقول دائما الشباب لديهم طاقة، يا أما أنك توجهها توجيها إيجابيا في كل ما ينفع البلاد، في احتضانهم، في نصحهم، في فتح مجالات العمل لهم وآفاق العمل لهم، أو أنك تتركهم ويذهبوا إلى يعني مسالك غير حميدة. صحيح. مثل يعني يعني الأفكار الضالة، مثل الأمور التي يعني غير ملائمة بمجتمعنا ولا ديننا ولا عاداتنا ولا تقليدنا. فنحن ولله الحمد في هذه المنطقة استطعنا أن يعني نؤطر عمل يعني مجلس للشباب، وكانوا حقيقة على قدر التحدي وعلى قدر المسؤولية. شباب يعني متحمسين لكل عمل وطني، أنا فخور بهم كل الفخر والاعتزاز. فخور بما يعمله الأمين عام مجلس الشباب الأستاذ دهش الذي يجلس معك الآن، وكل زملائه الذين حقيقة يبيضون الوجه. الكثير منهم شارك في عدة نشاطات، آخرها الآن معرض الكتاب الأول في منطقة القصيم. الآن هم مشاركين معنا في يعني الدلالة لضيوف المهرجان، التوجيه ضيوف المهرجان، المشاركة الفاعلة، المشاركة والاستقبال المعروف عن عاداتنا وتقاليدنا بالترحيب بالضيوف. فأنا أشكر بهم كل الفخر والاعتزاز.
احنا يعني نهنيك يا سمو الامير على هذول الشباب النشيطين جدا، ونهنيهم على حصولهم على امير داعم ومؤمن بهذه الدرجه. يعني صاحب السمو، اسالك او اطلب منك كلمه اخيره للشباب، شباب القصيم وشباب المملكه، اللي زي ما ذكرتهم قوه للمملكه. أنا والله حقيقة ليس لي من كلمة إلا أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته أولا في هذه البلاد الغالية، وأن يوفق ولي أمرنا سيدي والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يوفقهم لما فيه الخير والسداد. أقول للشباب بأننا ولله الحمد في نعمة عظيمة، وأقول كذلك للقيادة بأن لدينا شباب يعني متميز، نخبة من العقول المتميزة، نحن بحاجة إلى توجيههم التوجيه السليم، أما هم فهم ذهب. أنا أقول حقيقة لدينا من الشباب الذين يفتخر بهم، من يعني خيرة الشباب الذين فعلا هم مفخرة للوطن، فيهم المبدعين، فيهم العصاميين، فيهم المخترعين، فيهم من يحب أن يعطى المجال بدون اي مقابل. الشباب الذي ترين امين العام يجلس معك الان يعملون لدينا في المنطقه بدون مقابل، هم مجرد ناحيه معنويه، يريدون ان يخدموا الوطن، يريدون ان يعني يتبرعوا ويبادروا ب يعني مبادرات وطنيه بدون اي مقابل، مجرد انك يعني تستقبلهم وتوجههم التوجيه السليم، فهذا بحد ذاته مفخره. انا اقول بان الوطن يفتخر ان عنده شباب مثل هؤلاء، ونحن إن شاء الله تعالى نسير. وكما يعني ربما سمعت في الأيام الأخيرة جاءنا يعني لجنة من مجلس الشورى للاطلاع على عمل مجلس الشباب لإقرار اللائحة التنفيذية لمجالس الشباب في عموم المناطق، ويشوفون التجربة اللي عملناها تجربة ناجحة 100% من فضل الله جل وعلا. واطلعوا هذه اللجنة على هذا الفيلم، واطلعوا على يعني ما عمله الشباب ونشاطاتهم وجميع الحقيقة ما قمنا به في الشباب في منطقة القصيم، فنحن فخورين بهذا الوطن وفخورين بشباب الوطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغير علينا نعمته ويديم هؤلاء الشباب الذين هم المحازم وهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن. نتمنى ذلك سمو الأمير، ونهنيك على هذا الشباب وهذا الحماس اللي عندكم وعن شبابكم. نتمنى لكم كل التوفيق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، وشكرا لمداخلتك معنا في السد الإخبارية. أهلا وسهلا فيكم، وحنا متابعين للإخبارية دائما ومتابعين للزملاء في الإخبارية ونشاطها وتألقها الوطني. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، ونحن كذلك فخورين بالإخبارية. شكرا لك صاحب. شكرا لك أختي، الله يسلمك، مع السلامة. أعود لك أستاذ دهش، يعني ما شاء الله هذا الحماس اللي موجود عند الشباب القصيم، عند مجلس شباب القصيم، نبغى نعرف تفاصيله أكثر. ويعني زي ما ذكر صاحب السمو في 12 لجنة تحت المجلس هذا تدير ويعني تحتضن كل شباب القصيم، نبغى نعرف تفاصيل. أولا أنا أتقدم بالشكر الجزيل لسمو سيدي أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل مشعل بن سعود حفظه الله. الجميع سمع كلام سمو الأمير، هذا هو المحفز لنا وهذا هو الداعم لنا بتوفيق من رب العالمين. سمو الأمير حملنا أمانة، بإذن الله أننا نؤدي هذه الأمانة. سمو الأمير أتاح لنا الفرصة، كلامه وتشجيعه وتحفيزه هو اللي يخلينا نعمل ونعطي كل ما بوسعنا. أما بخصوص اللي هو العمل، طبعا بضيف لك نقطة، طبعا سمو الأمير من المبادرات أيضا اللي هو مجلس الشباب، أيضا في هناك مجلس للفتيات أطلق قبل تقريبا ما يقارب يمكن 9 شهور أو بيكمل السنة، مجلس للفتيات بإشراف عام من قبل سمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل، موجود في كافة البنات في المنطقة، من أكاديميات، من محاميات، من جامعيات، من طالبات، أيضا لإحتواء اللي هو أخواتنا في المنطقة كمجلس الفتيات مشابه لمجلس الشباب. مجلس الشباب طبعا في المنطقة يحتوي على 13 لجنة، مدينة بريدة لجنة، وبقية المحافظات كل محافظة لجنة بإشراف مباشر بأي فعالية يشرف عليها محافظ المحافظة. المجلس يضم 15 عضو
في كل لجنة 15 عضو. العضوية تعتبر رسمية للعضو المتواجد معنا، أما المجلس هو متاح لكافة الشباب بالمنطقة. أيضا سمو الأمير الله يحفظه قبل تقريبا أسبوعين أطلق منصة للشباب تحتوي الابتكارات، الفعاليات، أفكار الشباب. جميل. لكافة الشباب بالمنطقة، وحتى إذا من خارج المنطقة احنا نستقبل من هذه الأفكار وندعمها. جميل، إيش المجالات؟ يعني ذكرت بعض الأفكار لكن نبغى نعرف المجالات اللي تهتمون فيها. طبعا كافة المجالات اللي تخدم الشباب. اليوم حنا عندنا شباب عنده أفكار كثيرة، في اتجاهات تقنية، في اتجاهات خدمية، في اتجاهات عملية. يعني بقول لك، بضرب لك مثل، يعني مثلا الآن اللي هو معرض الكتاب، آخر معرض احنا فتحنا قائمة أو رابط للتواصل معنا، وطلبنا من الشباب إيش اللي يحتاجون من فعاليات. أغلبية الشباب يقول لك أنا والله أحتاج أني أتقدم في مثلا عمل خدمي بالعلاقات مثلا العامة، أرغب في عمل مثلا مشاركة في إعداد مثلا وتنظيم فعالية معينة. فإحنا نحتوي هؤلاء الشباب ونقدم لهم الفرصة ونبرز اللي عندهم من أفكار أو فعاليات معينة داخل هؤلاء الشباب. جميل. طب بخصوص الدعم المادي، هل في جهات من القطاع الخاص أو من البنوك تقدم دعم مادي لهذه الأفكار؟ طبعا بقول لك نقطة، الدعم المادي أنا برأيي، يعني كرأي شخصي، جميع أبناء هذا الوطن يدعمون أي فعالية تخدم الشباب أو تخدم أبناء هذه المنطقة، ولكن يحتاجون أن يرون بعيونهم هذا العمل. يعني أنا خليني أشوف شو اللي عندك عشان أنا أدعم. إحنا تقريبا وقعنا أكثر من اتفاقية مع عدة جهات حكومية وجهات قطاع خاص. خلال إن شاء الله الأسبوع القادم واللي بعده راح يكون بيننا وبين بنك التنمية توقيع اتفاقية لدعم مثل الشباب من مشاريع، من فعاليات بيقدمونها الشباب لإبراز ودعمهم في بعض المشاريع اللي يحتاجونها. جميل. لو بنتكلم عن الهوايات الشبابية أو مثلا يعني إيش اللي يحتاجه الشباب دعم أكثر فيه، محتاجين يعني مو فقط دعم مادي، يحتاجون تدريب مثلا، يحتاجون تطوير معرفي فيها، إيش اللي يحتاجونه الشباب أكثر؟ طبعا من خلال اللي هو بعد ما فتحنا التواصل للشباب وأرسلوا لنا، شاهدنا تقريبا نسبة من الشباب يطالب في فعاليات أو لقاءات تقنية. الآن قاعدين على تنسيق مع بعض الجهات على إقامة منتدى أو لقاء تقني. الشباب يعني أغلبية اللي جت الهوايات، وما الهوايات كل شاب يطلب جهة هوية معينة، إحنا نستقطب هذا الشاب ونجيبه ونأخذ منه الأفكار. إحنا أول ما بدينا بعض الفعاليات مثلا أقمنا أحد الفعاليات، طلبنا أحد المتخصصين في هذه الفعالية، إيش الاتجاه، إيش العوائق، إيش اللي تحتاجونه، إيش اللي العائق يوم بديتوا في هذا المشروع. كمثال مثلا في أحد الشباب حق الفود تراك، إحنا استقطبنا بعض الشباب من حقين الفود تراك وسألناهم إيش العائق عندكم. إحنا اليوم شاهدنا كثير من الشباب أو جزء من الشباب توجه لسيارة الفود تراك وبدأ هو يصنع بيده، هذا فخر لنا أنه أنا أقف عند سيارة الفود تراك وألاقي الشباب وأخذ وأعطي معه ويعطيني قهوة وهو يسويها خصيصا. فأخذنا إيش اللي هم يحتاجونه، بعضهم توجه إلى تدريب في بعض أخذ دورات كيف الصنع وكيف العمل، هذا كجانب من الجوانب. عندنا الجانب التقني، احنا في اتفاقية مع جامعة القصيم عندنا بالمنطقة، وفي تنسيق معنا مع احد الكليات على تدريب بعض الاشخاص، بعض الشباب على اللي هو التقني والالكتروني. جميل. طيب استاذ دهش، يعني بختم معك بسؤال، يعني ذكر سمو الأمير أنه أنتم تشتغلون في هذا المجلس بدون مقابل رغبة فيكم لدعم الشباب. يعني عملكم كله تطوعي. صحيح. والفكرة رائدة، لجنة من مجلس الشورى زاركم يبغى يستنسخ التجربة في مدن ثانية. صحيح. طب نبغى كلمة من أمين مجلس شباب القصيم لكل شباب المملكة الآن اللي تابعنا واللي ممكن يكون مهتم بهذه الفكرة ولازم يستنسخها في كل منطقة. صحيح. أقول لك نقطة، يعني الوطن اللي يقدم له عمل ما يطلب مقابل. احنا قاعدين نعمل خدمة لهذا الوطن، خدمة لمنطقتنا، وولاء ومحبة في ولاة أمرنا. ما عمرنا طلبنا انه ايش المقابل، احنا كل ما نعمل ونبرز من وطننا هذا هو يعني الحافز
والمشجع لنا. فهذا اللي احنا نشتغل عليه، وهذا اللي تربينا عليه من والدينا من ولاة امرنا، انه كل ما نقدم لوطننا لانه لنا الوطن لنا حنا، فهذا اللي احنا نشتغل عليه. جميل، ونهنيكم على هذا الحماس وهذا الاحساس الجميل. نتمنى لكم كل التوفيق استاذ دهش الدهش، امين مجلس شباب القصيم، ونشكرك مره اخرى انك جيتنا من القصيم عشان هذا اللقاء. شكرا لكم، وفخورين شكرا فيكم. الله يعطيكم العافيه التوفيق. وبيض الله وجيهكم، ونعتقد من الدعم للشباب استضافتكم برضو لنا وابراز اعمالنا واجبنا، وشكرا جزيلا لك. شكرا. اعزائي المشاهدين، ننتقل بكم الى ملفنا الثاني. في تعدي على احدى الاماكن البيئيه، قامت احدى الشركات في محافظه بيشه باقتلاع عدد كبير من الاشجار الخضراء في وادي هرجاب بالمعدات الثقيلة. العديد من المواطنين أبدوا استغرابهم واستياءهم مما أقدمت عليه الشركة، مطالبينها بالحفاظ على مظاهر الطبيعة في المنطقة وعدم قطع الأشجار الخضراء التي يبلغ عمرها عشرات السنين. نشاهد هذا التقرير ونعود لكم. وادي هرجاب، والذي يبلغ طوله 130 كيلو مترا ويصب في وادي بيشة، ويعتبر من أشهر الأماكن التي توجد فيه أشجار معمرة قد يتجاوز بعضها مئات السنين. لقد قامت الشركة تابعة لمياه بيشة باقتلاع هذه الأشجار. في سابقة من نوعها، قامت إحدى الشركات والتي تعمل في تطوير المياه بإتلافها واقتلاعها بالمعدات الثقيلة، متجاوزين الأنظمة التي تجرم الاعتداء على الأشجار وتمنع الاحتطاب الجائر. هذه الشركة الله يجزاها خير اعتدت على الأشجار المعمرة لأكثر من 200 سنة، يستفيدوا منها البادية ويستفيد منها حلالهم، واللي مثل الأشجار هذه ما تقطع الدولة بنفسها منعت قطع الأشجار الخضر، وهذولا عذوا فيها والله يجزاهم خير. مفروض زي الشركات هذه تمنع من الشيء هذا، ومعهم مهندسين ومقاولين يقدروا يختاروا مكان مناسب للأعمال هذه، وكل شيء موفر موفرته الدولة لهم. كان نبغى نعرف النتائج، ما هي النتائج الذي بتقع على هذا المقاول لأجل يكون عبرة لمن بعده. إذا تمادى هذا وقلع الأشجار، وتمادى الثاني وقلع الأشجار، صار اعتداء على الغابات. تناقل مستخدمو وسائل التواصل العديد من المقاطع التي تظهر الأشجار وهي ترقد على الأرض، متسائلين لماذا لم يتم المشروع دون القضاء على الأشجار المعمرة، مستغربين من تصرفات الشركة، ومعتبرين أن ما أقدمت عليه الشركة نوع من أنواع العبث بمقدرات الوطن وتحد سافر للأنظمة والتعليمات. الحديث أكثر عن هذا الموضوع، أرحب بضيوفي في الاستوديو العقيد المتقاعد محمد حسن الجدران، أحد سكان محافظة بيشة وأحد المتضررين. كذلك أرحب بضيفي الأستاذ سيف الرويبعي، كاتب صحفي ومهتم بالشأن البيئي. مرحبا وحياكم الله. يا مرحبا وحياكم الله. الله يمسيكم بالخير جميعا. ببدأ معك عقيد محمد، يعني نبغى نعرف التفاصيل. في شركة جات وأزالت تقريبا 400 شجرة ويعني أضر بالمنطقة، نبغى نعرف تفاصيلها. أعتقد كلمة 400 عدد كبير جدا فيما يحضرني، بحكم أني أعرف المنطقة العدد اللي أزيل أقل من كذا، لكن المسألة تمتد على مساحة كبيرة في محافظة بيشة من وخيبر الجنوب والمنطقة بكل، فيها إزالات وتقطيع للأشجار وتدمير ممنهج للبيئة. وأنا أعتقد أني أرسلت لكم مجموعة وعدد من الصور، يعني موجعة ومؤلمة جدا على مدار السنين والأيام اللي راحت، ولا أدري أنتم عرضتم منها شيء أو لا. فالمسألة ليست مسألة موقع محدد نتحدث عنها اليوم، هي مناطق شاسعة. مناطق شاسعة الشركة أزالتها؟ ما هي الشركة، مزالة من قبل الأهالي ومن قبل الذين يعتدون في الأراضي ومن قبل الاحتطاب ومن قبل من لا يعرفون قيمة البيئة. يعني في شركاء كثير، في شركاء كثير، والمشاكل في على مستوى المحافظة، على مستوى تقريبا 240 قرية ومدينة وأودية. يعني المسألة بيئيا، اسمحي لي إن قلت أنه تدمير ممنهج للبيئة في محافظة بيشة بمنطقة عسير. من متى هذا
إن قلت من عام 1432 هذا اللي أنا عاصرته شخصياً بعد تقاعدي، لأني اشتغلت فترة في المجلس المحلي ولمدة 4 سنوات، واستقريت في محافظة بيشة بعد عملي في القوات المسلحة خارج المملكة وداخلها، ورأيت ما يدمي القلب وما اطلعت عليه من بعض الأوراق التي لا أستطيع حتى أن أنبحت بها، لكني تواصلت فيها مع المسؤولين، ولكن للأسف الشديد. مسؤولين مين؟ وين؟ والله في وزارة المياه وفي وزارة البيئة والمياه والزراعة الآن. هي كانت وزارتين منفصلة، ثم الآن رجعت إلى وزارة واحدة. تواصلنا مع أغلب المسؤولين، لا أنا ولا نشطاء كثيرين في هذا المجال، وللأسف إذ من طين وإذ من عجين. طلبت تدخلهم بحماية هذه المناطق؟ طلبنا تدخل في عدة قضايا، ومنها قضايا بيئية كبيرة تمس الإنسان في شربه، تمسه في كرامته، تمسه في زراعته، تمسه في أشياء كثيرة. خلينا ندخل في تفاصيل هذه المشاكل، لكن أتوجه لك أستاذ سيف بخصوص الإزالة اللي حصلت للأشجار المعمرة والمناطق اللي تم الاعتداء عليها. أول اسمحي لي يا أخت روان، التقرير اختزل الموضوع في الجزئية دي، جزئة التجريف. الموضوع أشمل وأكبر من بس يعني الميزة. التقرير ذكر أحد المشاكل. نعم، بس المفروض ما يكون مختزل الموضوع في شو اسمه في الموضوع. ثاني شيء، التقرير حمل المسؤولية للشركة. الشركة مجرد مقاول منفذ استلم الموقع، المسار كان محدد له، الموقع محدد. إذا أنا أبري ساحة شو اسمه الشركة من الموضوع. أنا مسؤولية مين إذن؟ أنا كان قبل ما أجي شو اسمه عند مدعيت للبرنامج بحثت الحقيقة عن صورة للعقد، لعلي أجد في ثنايا البنود ما يشير لو حتى من بعيد إلى حماية البيئة، ولكن قصر الوقت ما استطعت. الشركة ليس لها دخل، المقاول أقصد سواء كانت وزارة البيئة أو غيرها هي اللي عملت العقد مع المقاول وحددت الموقع. الموقع قد يكون فيه شجر. بس لحظة أستاذ سيف، يمكن قد يكون هناك فيه يعني بند، احنا ما ندافع عن وزارة ولا ندافع عن الشركة. نعم. قد يكون في بند يطالب بحماية البيئة، لكن في أحد تجاهل هذا الشيء، لكن احنا ما نعرف تفاصيله. عموما بغض النظر اللي حصل، حتى يكون الطرح منطقي ويكون صحيح. عقلاني ونكون محايدين ولا بالضبط. نحن لدي 5 نقاط بستعرضها معك. تفضل. النقطة الأولى مثل ما قلت لك، الـ 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 المقاول مجرد منفذ، العقد عملته الوزارة، والمفروض أنها تحدد ما تريد من المقاول. مجرد أنك تسلمين الموقع تحددين لي المسار انتهت لش اسمه مشكلتي أنا. الأمر الثاني، المشروع المقاول قاعد ينفذ مشروع حيوي ومهم لسقيا 15,000 نسمة موزعة ما بين قرية النجد والرس ومركز صمخ، وهذه ضرورة كبرى. وأنا في الموضوع هذا يعني اتمنى انه يعني المصلحه العليا نضعها في الاولويه الاولى. صحيح. سقيا 15,000 بشر ولا تقطيع كم شجره؟ المفروض انه الوزارة البيئه يعني كان لها يعني ممكن تسوي لها اجراءات يعني نقل الاشجار هذه بطريقتها يعني المكان استفاده منها في مكان اخر. منها. النقطه الثانيه اللي هي انه المكان كله غطاء نباتي، يعني المقاول لن يجد مكان الا اذا اخذ مسار، المسار هذا حيكون بعيد، حيتسبب في تاخير انجاز المشروع وحيترتب عليه تكاليف اخرى، والناس لهم الان عشرات السنين يطالبون بهذا الماء. فمن الحكمه انه ما نثير مساله يعني أنا لا أقول أنها صغيرة، لكن جلب الماء للناس هو الأهم وهو الأفضل. الأمر الآخر اللي هو أنه اللهم صل على وسلم بالنسبة للتنفيذ شو اسمه تنفيذ المشروع، المشروع ما جاء في يوم وليلة. المشروع له الآن تقريبا حوالي 4 سنوات. لماذا أثيرت المشكلة الآن الأشجار وما الأشجار؟ إحنا جينا هنا نتكلم عن موضوع
عام اللي هو تقطيع الأشجار، الاحتطاب، البيئة المدمرة تماما في بيشة. لدينا سد الملك فهد الآن مدمر عمدا، وأنا أتحمل له المسؤولية. مدمر من قبل مين؟ من قبل وزارة المياه نفسها. فيها الآن مجرى من مجاري عسير أو صرف عسير يصب الآن في سد الملك فهد، وما رأينا لحد الآن أي تجاوب في منع هذا التدفق. ذكرت أنه البيئة مدمرة، من مين مدمرة؟ مدمرة من الناس المخولين لحمايتها. وزارة البيئة هي مخول لحماية بيئتي وسلامتي، هي الآن هي اللي تدمر البيئة. الآن هل يعقل؟ بالله أخت روان، لو قلت لك الآن فيه ثروة وطنية وسد يعتبر أكبر بحيرة عذبة في العالم، الآن ملوثة بخمس عناصر سموميتها كبيرة، تصدقين هالكلام ولا ما تصدقين؟ فيه مجرى الآن عاملته الآن وزارة البيئة باتجاه السد، يصب الآن 120 ألف طن يوميا في السد، وما رأينا أي تحرك من وزارة البيئة، وهذا شيء مؤسف الحقيقة. تواصلتوا معهم؟ حاولتوا؟ تواصل في شكوى من وزارة، شكوى قدمناها على وزارة الداخلية، وهناك لجان وهناك روحات وهناك جيات، لكن للأسف ما فيه أي إجراء على الأرض يمنع تدفق. عقيد محمد تفضل. مداخلة بسيطة هنا، كلمة تواصلتهم معهم، أنا في ليلة الحادث اللي أثرناها على وسائل التواصل الاجتماعي تواصل معي أحد المسؤولين في الوزارة، وزارة المياه والبيئة والزراعة، وليته يسمعني الآن. اليوم حاولت أني أروح له وأتواصل معه شخصيا، كان عنده ورشة عمل، أرسلت له رسالة على عنوانه، ولعله إن شاء الله الآن يتواصل معنا على الموضوع. كان تجاوبه جدا رائع. الكلام اللي يقولونه لنا المسؤولين هنا في الوزارة كلام جميل ومنمق، لكن الأفعال على الطبيعة تنافي هذه الأشياء كليا. وفيه اختلاف في الأولويات لدى وزارة البيئة. أعطيك مثال، الآن وزارة المياه والبيئة والزراعة تريد أن تزرع منتزه وطني بمن مليون شجرة في مياه الصرف الصحي، شيء جميل. في المقابل ما هي قادرة تحافظ على الموجود اللي عندها، مع العلم بأنهم عندهم إحساس بيئي سواء قامت المياه أو قامت الزراعة أو لم تقم. يعني إن قامت فهي مشكلة تشوف الأشجار وتسلم المقاول، وإن لم تقم فمصيبة أعظم، أنت مسؤول عن هالبيئة. وبإمكانهم، إحنا أنتم لو تشوفون من خلال الصور بإمكانهم يتحركون بما لا يقل 50-60 متر لكي يغيروا موقع الخزان وتسلم هذه الغابات. بجانب هذا الموقع هناك مزارع إحداثات أو تعدي على الأراضي البور وزيلت أشجارها، ما حد تكلم. أين المحافظة؟ أين الوزارة؟ أين البيئة؟ أين 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 أين؟ عندي هنا فوق 96 صورة وقد أرسلتها لكم على عنوانكم، ومستعد أسلمكم الملف متكامل. الأولوية الثانية لدى الوزارة تقول والله إحنا نبغى نزرع منتزه وطني بمليون شجرة، وفي ناس الوقت تقول فيه ناس يطالبون بمياه الصرف الصحي، ما الأنبان اللي يطالبون بمياه الصرف الصحي هذولا ما سمعنا فيهم ولا عرفناهم لحد الآن، هم أشخاص تعرفهم هم الوزارة مكتمة عليهم. طيب ما دام الأولوية عندكم، أعطوا هالناس الأولوية في الصرف الصحي ثم ازرعوا منتزهكم. هذه هي الأولويات اللي إحنا نتكلم عنها. طبعاً أعزائي المشاهدين، إحنا حاولنا نتواصل مع وزارة الزراعة، عفواً وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير، نطلب تعليق منهم، لكن للأسف لم نحصل على رد. تفضل أستاذ سيف. فيها نقطة مهمة وهذه هنا الكارثة، أنه الموقع عندي معلومة مؤكدة أنه سبق أن أعطي تصريح مشروع دواجن على هذا الموقع، بمعنى أنه هذا الغطاء النباتي سيزال سواء كان طريق المقاول هذا أو من الشخص اللي حيعمل المشروع. وهذا الحقيقة يعني أستغربه، يعني من مؤسسة حكومية مخولة أنها يعني تحافظ على البيئة. وبالإضافة أنه كل الأماكن اللي حول الموقع هذا هي أماكن فيها اعتداءات وفيها إزالة للغطاء النباتي وفيها احتطاب وأشجار مقطعة، هذا حسب ما هو موجود الآن في الموقع. ففي تناقض كبير وفيه عدم جدية في حماية البيئة، وهذا نعاني منه في بيشة الحقيقة. المؤسسة الحكومية اللي هي مديرية الزراعة في بيشة لا نرى لها أي جهد على الأرض بتاتا. طيب أستاذ عقيد محمد، حاب تضيف شيء؟ أيوة حاب أضيف
بالنسبة لزراعة بيشة وإدارة مياه بيشة فيه مشكلة من وجهة نظري هي في الهيكل التنظيمي والتشكيل الإداري لهذه الوزارة لهذه الإدارتين. ليش؟ هذه الإدارات كانت وزارة الزراعة والمياه موجودة. طب لو بنطلب أنه نركز على المشاكل البيئية تحديداً، إحنا نبغى نوصل لعملية إدارة هالمشاكل البيئية. انفصلت إلى وزارة المياه وزارة لوحدها، وزارة البيئة وزارة لوحدها، الهيكل التنظيمي والتشكيل الإداري باقي موجود. الآن اجتمعت إلى الهيكل التنظيمي والوزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة، الوزارة هنا بكامل طاقمها تغيرت إلى طاقات وإلى هيكل تنظيمي جميل جداً. لماذا لا ينقل هذا الهيكل التنظيمي لمناطق المملكة؟ أنا لا أطالب به لمنطقة لبيشة بس لوحدها، المنطقة كاملة نريد هيكل تنظيمي يتماشى مع العصر. لو قلنا مثلا يتحط مجلس استشاري من أهل المنطقة بحكم أن بيشة وعسير مناطق زراعية وجبلية تحتاج لها من أهلها، ممكن أنتم تساعدون في هذه النقطة؟ لا، اللي بيساعدوا حن في النقطة الأهم أنها تفصل بيشة فصل كلي إداري ومالي عن منطقة عسير فيما يخص الزراعة والمياه. ولماذا؟ لأن منطقة بيشة منطقة زراعية معروفة من أيام الأجيال القادمة، حتى قال الملك عبد العزيز حينما وحد المملكة: تزودوا من بيشة فلا يوجد وراء بيشة عيشة. بمعنى أن البيشة ومقرها من الأربعة أودية تخترقها، سدود الآن فيها 40 سد مياه تختزن حوالي 400 مليون متر مكعب لم يستغل، الآن تذهب في 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 الهواء الطلق. طيب كلمة أخيرة أستاذ سيف. نعم، عشان نختم. الوزير سبق أن قابلناه وناشدناه، وأنه يعني أو هذه مناشدة من الآن من البرنامج للوزير، سبق أن قابلناه ويعني عرضنا عليه كثير من حيثيات البيئة في المنطقة، وعد بتغيير جذري إداري في الـ. متى كان اللقاء؟ كان اللقاء قبل تقريبا شهر. جميل، يعني ما زلتوا تتوقعون أن يكون في تغيير؟ لكن الرجل ما زال يتعلل بعدم وجود الكفاءة أو أنه ما زال يبحث عن الكفاءة، نتمنى أن يسرع هذا. نتمنى ذلك. نشكركم جزيل الشكر العقيد المتقاعد أستاذ محمد حسن الجدران أحد المتضررين وسكان بيشة، والأستاذ سيف الويبعي كاتب صحفي ومهتم بالشأن البيئي. شكرا لحضوركم معنا، نتمنى مشكلة حل بإذن الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، ننتقل بكم إلى فنانون الإحساء. تم افتتاح مشروع جادة الفنون بحضور جماهيري كبير امتد بين جنبات حديقة قصر محيرز بن برز، والتي نظمته لجنة الفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون بالإحساء. نشاهد هذا التقرير. انطلقت في الأحساء أول جادة للفنون، وذلك في حديقة قصر محيرس التاريخي، حيث تنوعت الأركان الفنية والمعارض الشخصية وسط مشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة. قدموا أنواع مختلفة من المنحوتات والرسومات والأشغال اليدوية وغيرها من الفنون التشكيلية. طبعا هذه الفعالية نظمتها جمعية الثقافة والفنون بالأحساء بالمشاركة مع هيئة السياحة، طبعا في قصر محيرس الأثري في حديقة القصر، لما لها من تأثير في جمع الزوار في هذه الحديقة. الفعالية شملت جميع أنواع الفنون، وهي تعتبر أكبر جادة للفنون تضم فنانين الأحساء خاصة بشكل يعني مباشر وفي عرض وفي الرسم الحر. عمري الفني 50 سنة من زوالة الرسم التشكيلي غير المدرسي. الليلة دي أعتقدها زهرة إنتاجي والجو اللائق للرسم والتعبير بالفرشة وبالألوان، فإن كل المشاركين سعيدين جدا بهذه الليلة الكريمة. وترتكز فكرة الجادة على تقديم مجموعة منوعة من الأعمال الفنية التشكيلية من رسم وتصوير وأشغال ونحت وغيرها، بالإضافة إلى تقديم معارض وورش فنية يختزلها مكان وطريق واحد تتمثل بجادة الفنون. شفت الإعلان عن طريق جروب من أحد الجروبات، وما فكرت أساساً أني أشارك لأني مبتدئة وأول لوحة أرسمها، فما فكرت أني أشارك. فشفت بنت عندها كذا لوحة فعرضت عليها الفكرة، رحبت فيها. حبينا نقدم في هالمهرجان
بعض من أعمالنا وبعض من فنوننا التشكيلية، من ثلاثي الأبعاد، من الفنون الشعبية والتراثية. أبوي هو الداعم لي وما يقصر معايا يعني. يشار إلى أن الجادة مستمرة لسبعة أيام، ويأمل المهتمين بفن الرسم أن تكون أول جادة للفنون في الأحساء، نقطة انطلاقة لمناسبات أخرى قادمة تهتم بفن الرسم والرسامين. صالح المري، الإخبارية، الأحساء. راح نتعرف أكثر عن جادة الفنون من خلال ضيفتي في الدمام، سلمى الشيخ، رئيسة لجنة الفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون بالإحساء. مرحبا أستاذة سلمى. مرحبا فيكم، أهلا وسهلا، حياك الله. نبغى نعرف يعني جادة الفنون عندكم في الإحساء، أنتم عارف تفاصيلها، كيف بدأت، كم عدد المشاركين؟ انطلقت فعالية جادة الفنون بالإحساء التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون بالإحساء برئاسة مدينة الأستاذ علي الغوينم قبل تقريبا أسبوع، واستمرت لمدة 8 أيام. تخللتها عرض مباشر للوحات الفنان التشكيليين بالإحساء فقط، ورسم حر مباشر، كان الرسم على لوحات تشكيلية ورسم على الأرض والجدران والأشجار ودرج الحديقة. كذلك تخللتها عرض مسرحي، كانت في فرق مسرحية لها عروض جميلة جذبت زوار الحديقة. كذلك كانت في حرف متشعبة، منها حرفة أشغال الخشب بشتى أنواعه، وأشغال الخرز، وأشغال النسيج، والكروشيه، والحنة، والزخارف، والكولاج، والديكوباج. جميل. كم عدد المشاركين أستاذة سلمى؟ كان عدد المشاركين في اليوم الأول من الحرفيين والفنانين ما يقارب 100 مشارك. جميل. من شباب وشابات. بعد ذلك زاد العدد، ويعني أصبح في اليوم الأخير 300 مشارك ومشاركة في الجادة. جميل. طيب أستاذة سلمى، يعني هل راح تفكرون تكررون هذه المناسبة مرة ثانية، تضيفون أنواع أخرى من الفنون؟ بالطبع، نحن نتمنى جمعية الثقافة والفنون أن تكون هذه الحديقة هي جادة للفنون مستمرة. جميل. ليست أسبوع وإنما طوال العام. جميل جميل. طيب كيف كان دعم القطاع الخاص معكم أستاذة سلمى؟ هل احتجتوا دعم؟ هل كان في قطاع خاص مشارك؟ والله ما في، يعني كان في دعم من نفس المحلات اللي في الحديقة، كان دعم بسيط يعني لدرجة، وكان في دعم ولكن الدعم لا يغطي تكاليف التي يعني تكلفت بها الجمعية وقام بها المشاركون. مثلا لدينا كان مجموعة من المشاركات في الجادة من فنانات ورسامات ورسامين قاموا بالرسم على الدرج. طبعا كان كل الأعمال اللي قدمت تطوعية، ليس لها مقابل مادي، لأن الجمعية كما تعلمون يعني الدعم فيها بسيط جدا، يعني ليست فيها الإمكانيات المادية جدا جدا بسيطة. جميل. ذكرتي لي أنه ممكن راح تتوسع وتزيد عدد الفنون المشاركة، إيش في بالكم الآن؟ إيش ممكن تضيفون بالإضافة للرسم، العرض المسرحي، الحرف اليدوية، إيش راح يضاف لها؟ والله كل ما هو جميل وكل ما يظهر من الأحساء وفناني الأحساء. جميل. يعني الأحساء مبدعة ولديها الكثير من الفنون، ولديها يعني نقول كثير من الشباب والشابات الذي يعني يمتلكون مواهب متعددة وإبداعات فنية. جميل. فالجمعية تستقطب أي فنان وأي فنانة، أي موهوب في أي مجال من المجالات، حتى مجالات يعني الموسيقى، لأن يعني كثير من الشباب تستهويهم الموسيقى والعزف على الأورج، البيانو، العود. جميل. كيف كانت الأصداء أستاذة سلمى للجادة؟ كانت أصداء قوية جدا جدا. حلو. يعني بالنسبة لحديقة قصر محيرس الأثري تقع في منتصف الأحياء السكنية،
ففي البداية في اليوم الأول طبعا مع الإعلانات المكثفة للجادة جذبت الزوار في البداية في أول يوم من الأهالي المحيطين بالحديقة، ولكن في الأيام التالية جذبت الزوار من جميع مناطق الأحساء. طبعا الأحساء كبيرة بقراها بالقرى والمناطق المختلفة، فأصبحت الحديقة يعني ما شاء الله يعني مليئة بالزوار من الساعة الثالثة إلى الساعة الثانية عشر مساء، واستمرت يعني في هذا الأسبوع. صحيح انتهت الفعالية ولكن الفنانين والفنانات لا زالوا موجودون يرسمون في الحديقة، يعني الفعالية شجعتهم على تنمية موهبتهم وإظهار ما لديهم من فنون في الحديقة. جميل، أنتوا حطيتوها في الحديقة، إن شاء الله الجو في الحسا الحين جميل وكذا. والله رائع، كان وقت سبحان الله، كان أسبوع الجادة كان الجو جميل جدا جدا، يعني ما نزل المطر. انتهت الجادة يوم الجمعة، كانت الفعاليات وفي الليل كان في تكريم لجميع المشاركين. جميل. ويوم السبت نزل المطر، فالحمد لله يعني ما صابنا أي يوم كان فيه الجو مغيم أو شيء، بالعكس كان الجو جدا جدا رائع. جميل، يعني عدت الفعالية كانت جميلة وكانت الأجواء جميلة والمناخ مناسب. طيب لو سألتك أستاذة سلمى عن قصص الحكي، يعني احكي لنا شيء حصل معاكم في الجادة، كيف كان تفاعل الناس مثلا؟ هل في قصص؟ هل في ناس حفزتهم مثلا يبدون في الرسم والفنون هذه لفتوا انتباههم؟ هل في كان أطفال حابين يشاركون؟ جدا جدا، يعني هذا أول حاجة تفاجأنا في وجود أمهات وبناتهم، تحصل الأم جالسة ومعها بناتها يرسمون، كانت هذه مفاجأة جميلة بأننا نكتشف مواهب، أن العائلة كلها موهوبة في الرسم. جميل. هذا كانت من المفاجآت الجميلة، فوجئنا أن عندنا بنات رسامات وعندهم ما شاء الله روحهم الفنية عالية، يعني ما همهم في أخذوا الألوان والأصباغ وجلسوا يشتغلون على الدرج والأرضية، ملابسهم عباياتهم أصبحت كلها ألوان، وكانوا فخورين وأهلهم شجعوهم، يعني مع أنهم عارفين أن كل هذه الأعمال تطوعية، ما جاءوا لا رغبانين في مال أو حاجة أبدا. كانت ففوجئنا يعني أن عندنا في الأحساء من هم موهوبين بهذه الدرجة. جميل، يعني ما شاء الله يبدو أن الفعالية كانت حلوة وأثرها جميل على أهالي الأحساء. إلى الآن أثرها ممتد، أقول لك إلى الآن. جميل. أنا مريت قبل ما أجي وشفت البنات يشتغلون يرسمون، طبعا منهم مروة الحلي وليلى أبو حسن فاطمة الخليفة، يعني أنا أذكر بعض الأسماء اليوم، ومنهم علي العرفج، منهم علي الصعيليك، منهم الأستاذ صالح اليعقوب، يعني هذه اللي ما شاء الله اللي فوجئنا انهم جلسوا يشتغلون يرسمون ويلونون بذاتهم بدون ما احد يطلب منهم هذا الشيء. طيب طبعا مو رسم شخصي لهم، لا رسم عام في الحديقه امام الزوار. طيب استاذه سلمى بسالك، ايش يحتاجون هؤلاء الشباب وهذه المواهب، ايش تحتاج بالدعم؟ طبعا انا ما اقول لك، التحفيز له دور كبير في استمرار الموهبه وفي تنميتها. جميل. الانسان اذا ما شاف التحفيز والتشجيع ممكن الموهبه تقتل، فاحنا يعني نتمنى ان يكون هناك دعم، الدعم طبعا المعنوي والمادي، المادي له دور اقلها مثلا الفنانات هذه اللي قاموا والفنانين يحتاجون على الاقل مكافاه لو رمزيه طبعا كتشجيع وتحفيز باذن الله. هذا له دور صراحه يعني، وتوفير الادوات اللي يحتاجونها الفنانين باذن الله. نشكرك جزيل الشكر استاذه سلمى الشيخ، رئيسه لجنه الفنون التشكيليه بجمعيه الثقافه والفنون بالاحساء، شكرا لحضورك معنا، اتمنى لكم كل التوفيق في جاده الفنون بالاحساء. اتمنى انكم حصلتوا على حلقه جميله واستمتعتوا بها كما استمتعنا في تقديمها لكم اعزائي المشاهدين، شكرا لكم ونلقاكم غدا، الى اللقاء.